حبيباتي، اليوم بغيت نتقاسم معاكم واحد غريبة كتجي ناجحة ورائعة. مقادير عندي هنا 500 غرام، حيت انا عندي الطلبية كبيرة شي شوية. عندي 500 غرام ديال الزبدة، عندي جوج كيسان ديال سنيدة، اللي بغى يدير سكر بلاصي ليه من طبيعة الحال الاختيار. كنجمعهم مع بعضياتهم وكندير واحد الفاني. انا كندير في غريبه ديالي، كندير فيها فلان ديال اللوز، متواجد في جميع المحلات. كندير غير واحد المعلقه، كندير معلقه ديال القرفه، واحد فاني درتو واقيله يا. كنجمعهم مع بعضياتهم، كتجي رائعة وكتجي مقرمشة. اللي بغاها رطبة يدير سكر كلاصي، واللي بغاها مقرمشة شي شوية يدير سنيدة. داك الفلون كيعطيها واحد اللذة رائعة. جوج كيسان ديال الزيت، كنبدا ندير شوية بشوية الزيت. باش كتسلق داك الزبدة، الزبدة من طبيعة الحال تكون بدرجة المطبخ باش كتسهل. نزيد الكاس الثاني ديال الزيت، هذه ساهله حتى جميع المبتدئات يقدروا يديروها بدون صعوبات. كتجي ناجحه، غير هو ملي تجي ديريها في الفران خص يكون الفران على درجة حرارة مرتفعة، يكون سخون مزيان. كديريها في الاول من الفوق، كترجعي ديريها من التحت باش كتشق. تبعتي المراحل ما غادي تجي كتجي رائعة. هي سهلة، ما فيهاش شي حاجة زعما صعيبة، وكل شيء المقادير كيكونوا متواجدين في الدار. غادي ندير الجنجلان، كاس ديال الجنجلان مطحون، كاس ديال الجنجلان مطحون. كندير كاس عادي محمر، عندي زلافه ديال الكاوكاو محمر ومطحون. انا عندي زلافه ولكن هنا ثقيله، عبرتو بالكاس ثلاثه الكيسان حيت عمرتها شويه مزيان. كنبداو نديرو الطحين ديالنا. انا من قبل راني غربلتو، كنديروه تدريجيا. انا عندي هنايا كيلو ديال الطحين، غادي ندير نشوف شحال غادي تهز لي. كندير 15 غرام ديال خميرة الحلوة، غادي نجمع الحلوه ديالي ونرجعو باش نكمل. ها انا رجع عندكم بعد ما جمعت العجينه ديالي وشت على حسب القوام. جربت وحده في الفران باش نشوف القياس اللي بغيت، ونشوف واش النتيجه هي هذيك اللي بغيت انا ولا لا. ها هي الحمد لله ناجحه، بغيت هذا القوام، هذا هو اللي بغيت. كنبدا نجي خصك ليها شويه ديال الخاطر. كديري في الراحه ديال يديك، كتحاولي ما امكن في الراحه يديك دوريها هكا باش كدوريها باش كتجي باش كيجي القوام ديالها هو هذاك صافي. وكديريها في اللاطه ديالك، وكيكون الفران درجه مع درجه حراره عاليه باش كطيب. هي هذيك كتشوفي انت القياس، انا عيني ميزاني عارفه القياس في يدي، ما نحتاجش نعبر صافي. وكنكمل الصفيحه ديالي وكندخلها الفران. من بعد ما غادي توجد غريبه ديالنا غادي نتقاسمها معكم ان شاء الله. ومن بعد ما درت الحلوه ديالي الغريبه ديالي في الفران، ها هي النتيجه النهائيه. عجبتني انا، كنتمنى حتى نتوما تكون عجبتكم النتيجه النهائيه. كتجي مشققه وكتجي لذيذه. هي ما خصكش تحيديها في البلاصه، خصك حتى تخليها حتى تبرد وعاد داك الساعه تحيدها باش ما تهرسلكش، حيت دابا كتكون شويه مازال
انتما كتكون مازال رطبه خصها على ما تشد راسها عاد تقدري تحيديها وديريها داك الساعه الا بغيتي ديري شي شويه ديال القرفه ولا سكر كلاصي بالحق حتى تبرد. ايوا بالصحه والراحه، كنتمنى تكون عجبتكم وخليو لي الكومونتير عند ناصره.